من مميزات حشرة السرعوف أنه سريع جدا ورشيق، شاهدوا معي كيف باغت الدبور والتقطه في رمشة عين، لاحظوا، يا إلهي التقطه بسرعة البرق، لاحظوا نقطة القوة عند السرعوف هي أقدامه الأماميتين القوية التي تساعده في القبض على الحشرات بمختلف أنواعها. من السهل أن يقبض السرعوف على الدبور بهذه السهولة، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن السرعوف يمتلك قوة خارقة في أقدامه الأماميتين. شاهدوا هذا الدبور يحاول إنقاذ صديقه، لكن هيهات هيهات، شاهدوا ردة فعل السرعوف، أوه لكمة قوية جدا، سبحان الله العظيم، تمتلك حتى فنون الدفاع عن نفسه، ناهيك عن القوة والسرعة. حشرة السرعوف يساعدها لونها الذي يتلائم مع لون النباتات في التمويه والاختفاء من فرائسها حتى تباغتهم بسرعة وتفترسهم. هذه الحشرة تأكل بدون توقف، أي حشرة تصادفها أمامها، نحلة أو دبور، صرصور، جراد، كما كان نوعه، تلتقطه بسرعة البرق وبشكل محكم فيه. هذه الحشرة تمتلك قوة بصرية حادة جدا وأذن واحدة فقط توجد على الجانب السفلي من بطنها. تستطيع حشرات فرس النبي هذه تمييز اتجاه الصوت أو مصدره، إنها من الحشرات المفترسة البارعة التي تتغذى على مختلف أنواع الحشرات. لاحظوا كيف تقوم بافتراس الدبور بشراهة، ستلتهمه كله. الحشرة أبهرت الصينيين وقاموا بتطوير أساليب قتالية من حركاتها، وتوزعت مدارسها المختلفة في الشمال والجنوب. توحي حركاتها في السرعة، سرعة الضربات وقوتها مع المرونة في الحركة والثبات في التشكيلة، فتبارك الله أحسن الخالقين.